عبد الرحمن تعال. ازيك يا طارق بيه؟ انا كويس الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. وحضرتك بتبات هنا؟ في جديد عبد الرحمن؟ بصراحه اه، حضرتك كان عندك حق في ان انت تشك في موضوع موقع الامور ده تاني. ادم كان بيلعب على موقع الامور ده بالهبل وخسر فلوس كتيره جدا في وقت قليل قوي. طب ودي فيها ايه؟ واحد بيلعب قمار وبيخسر. لا، حضرتك كل مره كان بيلعب نفس الشخص، وكل مرة كان بيلعب فيها كان بيخسر فلوس لصالح الشخص ده. اللي هو مين بقى؟ خالد المصري. يعني آدم كان كل مرة بيلعب قمار كان بيلعب خالد المصري وبيخسر قدامه؟ بالظبط كده. خالد المصري صاحب المدونة شطب له على فلوس كلها. ايه بس كده الموضوع بقى مش موضوع قمار. كده آدم كان بيحول فلوس لخالد المصري بس بالتدريج واحدة واحدة على الهادي. ابتزاز مثلا؟ يعني كده ممكن يبقى خالد المصري هو قابيلي؟ يعني مال؟ أصل الموضوع هنا ملوش علاقة بكاتب الأوزاعي داخل بيكتب والناس بتخش له أي تعليقات. لأ، المدونة دي كده عاملة زي شبكة العنكبوت، استنى الضحيه تقع فيها واحده واحده بعد كده يلف خطوة حواليها. طب هنعمل ايه؟ انت لازم تمشي، مش محدش تعرف انت كنت فين. والفلوس، احنا دلوقتي عرفنا ان الفلوس رايحه في اتجاه، مهمتك انت تعرف الفلوس دي بتتصرف فين، عن طريق بقى تخترق المواقع، الحاجات اللي بتعملوها دي. هتصرف هتصرف. طب حضرتك هتعمل ايه بقى؟ المدونه. احنا الاول كنا بنحاول نعرف شخصيه قابيل عن طريق سطرين ثلاثه في كل بوست، دلوقتي عندنا ملزمه كامله. لو مسكنا المدونه دي وفصصناها ممكن نعرف اي حاجه عن قابيل. صح؟ صح. يا رب ربنا يعدي على خير. طب انا هتحرك، حضرتك تؤمني باي حاجه؟ لا 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 لا، تجري انت والله. ماشي، خد بالك من نفسك، خلي اذنك طارق بيه. طارق باشا، منور الدنيا يا باشا. فأمرني في أي حاجة مزعلك مننا ولا حاجة؟ فضيلي أوضة. خير يا باشا؟ المكان يعني مش قد المقام. شغل يا عزت، اخلص وفضيلي أوضة. شوف لي حد من فرع نظافة. من عناية الاتنين يا باشا، أحلى أوضة في البنسون عشانك.